السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثيوبيا تعلن إقالة وزير المياه في تشكيل الحكومة الجديدة. وافق مجلس النواب الأثيوبي بأغلبية الأصوات على تعيين 22 وزيرا في حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد بعد إعادة انتخابه رئيسا لوزراء أثيوبيا. وأظهرت قائمة الوزراء المعينين الجدد إقالة وزير المياه والري سليشي بيكيلي وتعيين الدكتور مهندس حبتامو عطيفة خلفا له، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأثيوبية. وأوضحت وكالة الأنباء الأثيوبية أن الوزراء 22 الجدد رشحهم رئيس الوزراء أبي أحمد، ثلاثة منهم من أعضاء المعارضة. شكرا لكم، أتمنى لكم يوما سعيدا. ما اشتركتش في القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد.